بسم الله. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا معين. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. هنا الاعتداء ما غير ما تكون انت صاحب حق، والبغي يعني تتجاوز سلوك انت محق فيه، تتعدى السلوك لك، تمشي لسلوك اشر منه. وان تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان، ولا تشرك بالله بطريقه ربي لم يسمح لك بها، طريقه ولات هي سلطان الشيطان عليك، وانت هنا لم تأتي على ضوء ما ظهر عن طريق سلطان الله سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ما زلت بقية إن شاء الله في الشريط الآتي إن شاء الله.